مواليد العقرب هم المولودين في الفترة ما بين 23/10 لغاية 22/11، وسنة 2023 هي سنة التحرر من الضغوط بالنسبة لمواليد العقرب، وكمان هي سنة حذر. أقول لمواليد العقرب إنه اصبروا أول شهرين في السنة، بعد أول شهرين في السنة هيبقى عندكم انفراجة. زحل اللي بقاله 3 سنين معاكس معاكم أخيرا هيخرج من الوضع المعاكس، وتبدأوا تحسوا من أول 7 مارس إنه الحياة بقت أبسط وأكثر تلقائية، وفي الوقت ده الأزمات ممكن تلاقولها حلول وتتحرروا من ضغوط كتير. نبدأ بالناحية العاطفية بالنسبة لمواليد العقرب المتجوزين. نبدأ برضو بالمتجوزين، أشوف أنه من أول شهر 2 عندكم شعور بانفراجة ومزاجكم يبدأ يتحسن، يعني التحسن العاطفي عندكم يبدأ من أول شهر 2، لأن شهر يناير أو شهر 1 في السنة هيكون فينوس في وضع معاكس، فممكن يعمل لكم حالة لخبطة في المشاعر أو غضب وانفعالات متسرعة. حاولوا تقاوموا كل ده في شهر 1، لكن من أول شهر 2 شعور بقى بالانفراجة، مزاجكم يبقى أحسن، وتبدأوا تلاقوا حلول لأي مشكلة قابلتكم مع شريك الحياة. كمان حرارة المشاعر عندكم هتكون أكتر، ويعني ممكن تقضوا أوقات كويسة، بس في النص كده في شوية برضو شهور هنقولها لازم تكونوا منتبهين خلالها لعلاقتكم بشريك الحياة. الفترة دي اللي لازم تكونوا منتبهين فيها هتبقى من أول شهر 6 لغاية شهر 9. من أول 6 لغاية 9 عندكم رغبة في التملك وعندكم ميل لعدم المرونة، فالوقت ده ممكن يبقى فيه تهديد لاستقرار حياتكم الزوجية، فحاولوا في الوقت ده انكم ما تتخذوش قرارات متسرعة خالص. وفي أول كمان شهر 10 هيكون الوضع أحسن، يعني هتبدأوا تستعيدوا روحكم الحلوة ويبقى فيه وقت للإصلاح. المهم إنه من أول 6 لغاية شهر 9 ما تتسرعوش في قرارات ملهاش لازمة، وخصوصا لو قرار انفصال بلاش، اصبروا، لأنه في أول 10 هتستعيدوا زي ما بقول مشاعركم وتفاؤلكم إن شاء الله. إذا كنتم مش مرتبطين أشوف إنه في أول السنة وقت مش مناسب، شهر 1 مش مناسب لاتخاذ قرار ارتباط، لأن فينوس في وضع معاكس من أول 3 يناير، وده ممكن يتسبب أو يديكوا إحساس بالبرود العاطفي، لكن من أول شهر 2 عندكم طاقة عاطفية أكتر وعندكم رغبة في الحب. برضو في فترة طويلة فيها حالة برود عاطفي بالنسبة لمواليد العقرب، الفترة دي من أول 5/6 لغاية 8/10، حوالي 5 شهور عندكم يعني حالة كده إيه، خمول. من الأفضل إنكم في الوقت ده ما تتسرعوش برضو في قرار الارتباط، وادرسوا بهدوء الشخص اللي أنتوا عايزين ترتبطوا بيه. أشوف إنه شهر 10 من بعد 18 هيكون وقت رائع لاتخاذ بقى قرار ارتباط، من يعني في الوقت ده ممكن يبقى عندكم في حالة حب مفاجأة، وممكن تاخدوا قرار كمان بالجواز في يعني نقدر نقول في النص التاني من شهر 10. أما في الناحية المهنية والمالية فبشوف إنه شهر 1 وشهر 2 عندكم ضغوط كتير، زي ما قلت في الأول اصبروا أول شهرين في السنة. زحل مازال هيكون معاكس، لكن هيخرج من المعاكسة من أول 7 مارس. الظروف في أول شهرين ممكن تجبركم إنكم تعملوا جهود مضاعفة، وده المطلوب منكم إنكم تجتهدوا جدا في أول شهرين في السنة عشان تعرفوا تتغلبوا على الضغوط. لكن من أول 7 مارس الدنيا هتبقى أحسن كتير، ونقدر نقول تتنفسوا الصعداء.
هيكون زحل في وضع داعم، هيديكوا دفعه للامام والحياه تبقى اسهل، ويعني ممكن كمان يبقى في تغيير ايجابي ان شاء الله. المهم انه طول الوقت كمان لازم تكونوا منتبهين لحقوقكم، مش عايزين ننسى انه اورانوس في مواجهتكم، ومن اول 17 مايو كمان المشتري بيدخل في مواجهتكم، وبالتالي في شرط مهم جدا طول الوقت انكم ما تغامروش في الفلوس وما تغامروش في خطواتكم المهنيه. خليكم بتشتغلوا بحذر، عشان كده انا قلت في الاول انه السنه دي هي سنه حذر، بالنسبه هي انفراجه وتحرر من الضغوط، لكن كمان حذر، لان لازم طول الوقت تكونوا واخدين بالكم من حقوقكم، وتضاعفوا الحذر من اول 17 مايو ان شاء الله. ان شاء الله السنه كلها تكون حلوه، وكل سنه وانتم طيبين.